السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم درسنا أحد أعطال طباخ الليزري، وبشكل عام شلون بدك تصلح طباخ الليزري. قبل هلا شرحت لكم، بس بدي أعيد الشرح مرة تانية، وخاصة على المخطط. إخواني، على المخطط أسهل شي بتصلح الطباخ. إذا حفظت المخطط وقدامك، يعني ما أقول لك حفظه بصم، يعني المخطط اذا قدامك بتعرف تتابع المسار، وبدون ما يعني في كتير شغلات تلقائيا بيطلع معك، يعني بس تمشي على مسار المخطط. يعني سوينا المخطط مشان تستفادوا منه. يعني اغلب بشكل عام اغلب الفنيين ما بيتعبوا حالهم، يعني وخلص فلان عطل اي واحد لازم تغير فلان مقاومة كذا، لا امشي مع المسار تلقائيا بيطلع معك العطل افضل. يعني هلا اليوم عنا هلا عطل طباخ، بدنا نجرب لكم اياه وبدنا نشوف شو العطل. هاي لمبة السيري، هاي وصلنا اللمبة تشتغل، طبعا هذا بدون كابل كمان. يلا هلا بنوصله هون، بس عم تشتغل السيري، لمبة السيري عم تشتغل، يعني في عنا قصر. طبعا هاي فكينا لوحة المفاتيح كمان، وهذا كمان فكيناه، وهذا كمان فكه. في عنا قصر، يعني بيجي الكهرباء هون، وفي قصر بالدارة. شو بدنا نعرفه؟ نجي لهون. أول خطوة، طبعا أول خطوة خدوها قاعدة، يعني هاد هون فيش الكهرباء 220 فولت. قسموا الطباخ الى قسمين ككهربائيا، هلا انا بدي اشرح لكم اياه كهربائيا. بتقسموه قسمين، قسم 220 فولت بيجي وين؟ على الدارة الجسرية او على القنطرة او بريج دايود، يعني على المهم سموه مثل ما سموه الدارة الجسرية. بيجي 220 فولت لهون، هاد حددت لكم اياه بالازرق. يعني هون كمان، طبعا انا هون كمان لازم احدد لكم اياه بالازرق، كان ما علينا. هون كمان خطين 220 فولت بيجوا لهون، يعني يتقسم الطباخ الى قسمين، قسم امبير عالي وقسم امبير بسيط. يعني هل امبير البسيط بيغذي الشغلات البسيطة مثل المروحة والاي سي ولوحة المفاتيح، يعني هذا قسم امبير البسيط. اما هون قسم الامبير العالي، يعني الدارة الجسرية وضخامته وكذا، يعني تشوف لك بيدخل 220 فولت على الدارة الجسرية وبيطلع 310، بس بامبير عالي. يعني اقل دارة جسرية 15 امبير او 20 امبير، طبعا في 25 في 30 في وهكذا. اما هون مجرد ديودين صغار، يعني كل ديود 1 امبير، والنفرد فيه من 2 امبير. بعدين بيجي على هالمكثف 4.7، هون كمان بيعطي 310 فولت. انا كتبت لكم اياه على المخطط، وهون كمان انا كتبت لكم اياه على المخطط 310 فولت. بس هال 310 فولت امبير عالي وفولت، طبعا نفس الفولت هون وهون. احيانا تشوف لك يعني في فرق بين هون وهون، يعني فولتين 3 5 فولت 10 فولت، مو مشكله، هذا ما بيأثر. يعني 10 فولت بين هذا وهذا، بس هو اصولا
يعني كنظاميا لازم هذا يعطي 310 فولت، هاي 310 فولت. على المهم بتقسمه لقسمين الطباخ. هلا في عندنا قصر، يعني كأنه شريتين ضاربين بعض. اول خطوه كالعاده يعني بشكل عام، يعني الدارة الجسرية والموسفت لما ينضربوا بيصير قصر، بنفحصهم. اخواني تابعوني بالتفصيل مشان تتعلموا على المظبوط، يعني كل واحد تيجي يخشون مثلا تنفحص كذا كذا. وما انا شايف ما حدا يتفرج على الفيديوهات تبعنا، يعني اغلب اسئلتكم بالفيديو، الفيديوهات اللي شرحت سابقا، الأسئلة اللي عم تطرحوها موجودة فيها طبعا على المجموعة. يعني هلا شوفوا هون، هاد دار الجسيد، شوفوا له هون في شخطة هون، يعني او حافة بشكل مائل، يعني قاصينه قص. هذا اول ما بتشوفوا هذا قطب الموجب سلفا. احفظوا هالدارة الجسرية، كل الدارات الجسرية اللي هون على بشكل مبسطة تشوف لك فيها شطفة هون مخصوصة، هذا الموجب. لذلك هون هذا الاجر موجب سلفا. انت ايش بتساوي الدارة الجسرية بشكل عام؟ يعني الدارة الجسرية لما او القنطرة لما بتفحص، طبعا تحطه على وضعية الزمور، بتحط السالب على الموجب، سالب مجس الافو السالب بتحطه على الموجب وتفحص. لازم يعطي 400 للخمسة اوم، يعني 450 للخمسمائة اوم بيعطي. البعده نفس الشيء لازم يعطي، البعده هدول كلها نفس الشيء. طبعا هلا اذا طلعت الدارة لبرا هون بيعطي دبل، يعني بيعطي شيء 8. هلا دول 4.5 4.5، هون بيعطي تقريبا 9.8 9، بس هلا باعتبار مربوط يعني مع مكثف بيعطي هالقراءة. بنعكس النعيف، طبعا هلا هذا مو هيك، قلنا لكم السالب بتحطوه على الموجب. هلا هون اذا هون هلا بتشيل هاد وبتترك هذا الموجب على قسم السالب وتفحص كمان، هيك الفحص يصير. ليش هيك انا بالله بالشرح وطلع لنا هاي؟ على كل حال نكملها هيك الفيديو، بنكمله هيك هلا. ايه اخوان طبعا انتبهوا دائما، ابو مدر تبعكم مرات تشوف لك تفحص كثير شغلات. و شوفوا هاي 4.5 وهاي 4.5 وهاي 4.5، بتشيل هذا السالب وبتعيف هذا الموجب هون، وكمان بتساوي هيك بتساوي هيك وبتساوي هيك، يعني بالعكس كمان بينفحص معنا. طبعا دائما الابو متر تبعكم كل فترة وبتضربوه ببعض، بتأكدوا من مثل هلا شلون هيك كأنه بس مباشر، لا مشرح لكم شلون صار معي يعني هيك. لذلك تتأكدوا اذا انت واثق اكتر شيء من خاصة هلا مثلا اذا واحد حافظ مقاومات، لازم تحفظوا الالوان والمقاومات ونشخط قيمتهم. وانت عم تفحص انت تعرف هاي 1 كيلو، تفحصها بتقارن بين قراءتك كالوان للمقاومة وبقراءة الافومتر، بتقدر المقاومة ايش وضع. يعني مقاومة مثلا 500 اوم وبتعطيك 1 كيلو او 20 كيلو، معناته مشكوك فيها المقاومة، احتمال منهارة، تأكدوا من هيك شغلات. هلا الموسفت طبعا فحص تبعه هيك عم يجي، هاي بيعطي مقاومة طبعا بالدارة هو ما، بس هون يعني بيعطي بين هدول الخطين، لازم يعطي مقاومة كمان 4 4.5 400 طبعا، وهون مقاومة عالية طبعا. في بيناتهم
كمان دارة، بس انه مو شورت، يعني ما في قصر، ما في شورت، ما في قصر. نجي لهون، هل هالقسم الدارة الجسرية والموسفت ما فيه شيء. بنجي على القسم الثاني، القسم الثاني كان هلا الديودين كمان هلا مرسومين بالدارة كمان، على فكرة فرجيكم اياه كمان مرسومين بالدارة. هاي الديودين عم تشوفوا اتجاههم كذا، هالديودين بالذات جايين لهون، يعني هاد هدول الديودين، هذا دي واحد ودي اثنين، طبعا بيجوا لهون يتحدوا بيصير خط موجب. خط السالب مشترك طبعا عم يجي على المكثف، هذا عام، هذا خط سالب عام نعتبر، يعتبر هذا طبعا. هلا هون هل الديودات بدنا نفحصهم، يعني هاي اول شيء ديودات الاماميه، وبعدين بنمشي معهم، يعني احتمال تنشوف اين وين صاير العطل. يعني كمان الديود كمان لما تفحصوه تحطوا السالب على مكان المؤشر الخط الابيض، والموجب الطرف الثاني لازم يعطيك مقاومة 450 لل 500، يعني اقل شيء. يعني هذا مكثف في عليه وسخ. على كل حال هذا الأفومتر يا توهزونا هيك صار معنا، اننا نريد نقصر الفيديو قدر الامكان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لهون هاي لحمنا، هاد خالص، لا تواخذونا. يعني هلا هذا جاهز، نجي نفحص الديودات. مثل ما قلت لكم الاسود المجس الاسود الافو بتحطوه على الخط الابيض تبع الديود، والطرف الثاني الاحمر بتحطوه هون.
عم تشوفوا؟ صفر. نجي لهون، الديودين مشورتين، هلا بنغيرهم يعني وبنشوف اذا يروح الشورت ولا ما يروح. اخواني اي جهاز، اي جهاز كان دائما قسموا الجهاز لاقسام، يعني مثل هلا ماكينة اللحام لما قلت لكم انه قسمت لكم اياه الى ثلاث اقسام. طبعا بالنسبة لماكينة اللحام قلت لكم انه في مكان اللحام ثلاث بوردات وفي بورد واحد، يعني مثلا يعني في هدول بورد واحد كمان، يعني ممكن، يعني ممكن بتقسموا لثلاث اقسام البورد واحد، يعني حسب انت تشوف القسم الباور تبع الدارة الجسرية والمكثفات بتقسمها لحال، الموسفتات بتقسمها، انتو بتقدر يعني انت بتقدر بتقسمها على كيفك يعني. طبعا هدول ديودات 1.5 امبير، يعني مو 1 امبير، 1.5 امبير. هلا بنحطهم، يعني هلا انا هلا ما اعطيتكم هلا مثلا هذا عطل مثلا كبير يعني هذا لا، بس هذا بس مشان بتقسموا البورد الى اقسام وبتتأكدوا شوي شوي، يعني في امور وبعدين تتجي على المنظم وبعدين تتجي، طبعا بتجرب يعني كله بتجربه على السيره الى ما يعطيك النتيجه، يعني انه ما بقى في قصر، بعدين بتتابع الموضوع الثاني، المواضيع الثانيه بالتسلسل على الفايبر على المكثف بتشوف الفولت، لانه هلا بالقصر اثناء القصر ما تقدر تقيس الفولت اصلا، ما تقدر تقيس الفولت. حتى هدول ما اكبون، هو على فكرة قصيتهم مستفاد منهم. هلا بنجربه. طبعا هاي السيري هلا نركب لوحة المفاتيح كمان، ركبنا لوحة مفاتيح بس ما في لا صوت ولا صورة، بنتابع بس. هلأ القصر راح، هاي الخطوة الأولى خلصنا منها. هلأ الخطوة الأولى خلصنا منها، هاي اللوحة بنشيلها. بدنا نشوف هلأ على المكثف، هلا بنحسن نقيس على المكثف كمان، وهذا المكثف طبعا، وعلى الدارة الجسرية بنشوف الفولت شقد. طبعا على السيري مثل ما قلت لكم بالتسلسل، والله صارت شغلي هاي كلها بديهية على فكرة، يعني لازم بتعرفوا. هلا هذا 220 طبعا، الابو خلي هيك احسن، وبنزلكم هاي الكاميرا لسه ما بقى تنزل، ما بقى تنزل.
هلا هون هذا 220 فولت، 218. على المهم هذا التيار المتناوب. نجي على التيار المستمر، بتحط على 1000. طبعا هاي 750 على الاوم، على الفولت متناوب. هلا نحط على المستمر 1000 فولت مستمر، وبنقيس خرج الدارة الجسرية، هاي 312 13. هذا هو 312 10 13، مو مشكلة. سواء الافومتر سواء نجي على المكثف، مكثف ال 4.7 ال 400 فولت، هذا المكثف بنقيس عليه طبعا على 1000، بتحطه وبتقيسه. اخواني عم تلاحظوا ما في فولت. شوفوا شلون يعني بالتسلسل بتكون تفحصوا، تتأمن فولت. انت هون 310 فولت لازم تأمنه. ايه طب هلا غيرنا هالديودين، وبعدين يعني نجي على المخطط، بنشيل السيرة. يعني انتو عم تعقدوا حالكم بنفسكم، يعني انتو عم تعقدوها كتير كتير. بس اذا تابعتوا المخطط، هلا امننا هالديودين مليح. هلا هالديودين بعد الديودين ايش يجي؟ بيجي لهون خط، هالديودين يتوحدوا بيصير موجب، تفهموا علي؟ وبيجي على الديود رقم 3، وبعدين بيجي على مقاومة 22 اوم، وهي معرضة تنضرب، يعني يعتبر مثل مقاومة فيوزية. وبعدين بيجي على الشوبر، بس ايش؟ يمر على المكثف. يعني بدك تأمن التغذية على المكثف. هلا عفنا من ملف الشوبر والفايبر، بس نيجي هلا نأمن 310 فولت هون على هال. اخواني هذا درس مهم وتنتبهوا عليه مشان تشتغلوا بأي طباخ. يعني دائما تشوفوا المقاومات 330 كيلو اوم، يعني انتوا تابعوا المسار. لكن هلا المخطط سويناه هيك يعني مشان تصوروا معه. يعني هذا مو للفرجة، هذا لو تعرفوا ايش معناته هذا كنز. هذا طبعا هذا بعد ما اموت يعني تدعوا لي، ما بدي شيء منكم اصلا. حتى قناتي بالذات يعني هلا عم تلاحظوا فيديوهاتي، هالفيديوهات الجدد كلها ما بقى اقول لاحد اشترك بالقناة او ما اعرف لايك او اعجاب، ما بعرف. انا ما بقى اقول هالشغلة كمان، انا ما بدي تتعلموا، ما بدي شيء. هلا بدنا نتابع المسار على الديود 3، وبعدين المقاومة 22 اوم. وين هاي الديود 3؟ طبعا كل الطبخات مو نفس بعض 100%، بس يعني مو ضروري يطلع لك 22 اوم، يمكن يطلع لك 47 اوم، يمكن يطلع لك 30 اوم. بس على المهم هذا نفس المسار، انتو تتابعوا المسار نفسه. يعني هلا هذا طلع 28 اوم، على المهم 28 ولا 22 ولا هاي ما تفرق. يعني قلت لكم 30 ولا هاي، والله يجي واحد يقول لي وين هاي المقاومة 22 اوم. هذا المخطط هذا اخواني بيشمل كل الليزريات او طباخات تحريضية، مو ليزرية بس هيك طلعت ليزرية وصار درجة ليزرية، ولا ما لها علاقة بالليزر كليا. هلا اخواني هنحطها على الاوم، وبنفحص هالديود هذا الثالث، وبنشوف الديود الثالث جاهز ما فيش. نجي على المقاومة، المقاومة والله مضروبة، المقاومة المقاومة مضروبة. هلا هاد والله لازم هذا الفيديو كنت سويته بس مباشرة، بس مشكلة مو دائما
الناس عندهم انترنت، هاي المشكلة. بس المباشر انا مثل ما قلت لكم ما بدي لا اقول لكم اشتراك ولا اعجاب، بس يا اخي بدي تعليقات على الاقل واحد يعلق انه والله يستفاد. انا ارتاح هيك نفسيا، واحد يقول لي والله استفدت. والله يا اخواني مقاومة هاي مضروبة. على المهم مو بس مضروبة، مفجورة. شوفوا اخواني، الله وكيلكم هلا هذا بس مباشر، يعني مباشر هلا عم اشرح لكم اياه وعم افكه. هذا اول مرة افك الطباخ وعم اشوفه. شوفوا شلون مشقوقة. هلا بدي اجيب مقاومة، طبعا المقاومة كبيرة 2 واط على فكرة. هلا مقاومة 22 اوم ما عندي، لا تواخذونا. ايش اقرب شيء له؟ اخي هلا نحن بدنا نشتغل بعدين تدبر مقاومة 22 اوم. ما في ما نضيع وقت، بدنا نركب مقاومة 22 اوم بس صغيرة، بس هيك مشان نكمل الفيديو ومشان نكمل المسار. على فكرة عم تشوفوا الوسخ، شقد الوسخ، وسخ دارج لدرجة. هذا الوسخ مشكلة، لازم تغسلوه. هلا تنغير المقاومة، وانا شايف المكثف كمان عم يروح ويجي عم يتلولح. اخواني والله كنت اريد اسوي فيديو واحد بالتفصيل مشان انتو عم تتابعوا، بس اخواني الذاكرة امتلأت والكهرباء انقطعت كمان. هلا على البطارية عم اشتغل. الجزء الثاني ان شاء الله نكمل لكم اياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.